بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين جعلهم الله النبراس والضياء والهدى، هؤلاء كانوا ملتزمين بالعمل بما يقولون. إذا أمروا بشيء كانوا هم السابقون في العمل بذلك الشيء، وإذا نهوا عن شيء كانوا يسبقون في ترك ذلك الشيء. هذه خلة الأولياء، هذه خصلة المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الصالحين والأتقياء، هؤلاء أيضا يقولون ما يفعلون ولا يقولون ما لا يفعلون، يأمرون بشيء وهم يعملون بذلك الشيء، وينهون عن شيء وهم يتركون ذلك الشيء. القرآن الكريم يندد بترك هذه الخصلة، يندد بأن يكون الشخص يأمر بالخير ولكن هو لا يعمل به، ينهى عن الشر وهو يكون شريرا والعياذ بالله. يأمر بصلة الرحم وهو يترك صلة الرحم، يقطع الرحم، ينهى عن قطع الرحم وهو يقطع الرحم، يأمر بالإخلاص لله تعالى وهو لا يعمل بالإخلاص، لا يخلص لله تعالى، ينهى عن الرياء وأن يجعل الشخص عبادته وعمله ليراه الناس بذلك، ينهى عن الرياء وهو يرائي والعياذ بالله، يأمر بالعدل وينهى عن الظلم وهو يظلم ويترك العدل، يأمر بالصلاة وهو يترك الصلاة، وهكذا بالنسبة للعقائد، بالنسبة للأخلاق، بالنسبة للأحكام. أسلوب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سيرة أهل البيت، طريقة أهل البيت، ديدن أهل البيت كان على أن يكونوا هم السابقين عندما يأمرون بشيء بالعمل بذلك الشيء، وكذلك بالنسبة إلى ما ينهون. بالعكس ممن تسنوا الحكم ظلما وزورا في مقابل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء بالعكس كانوا
حكام بني أمية، حكام بني العباس، غيرهم غيرهم من الحكام الظالمين في طول التاريخ وحتى هذا اليوم، يراه الإنسان، يراهم كلماتهم كلمات جميلة جيدة، أمرهم ونهيهم أمر جيد وجميل، ولكن هم لا يعملون بما يأمرون، وهم لا ينتهون عما ينهون. وفي التاريخ من الطرفين نماذج كثيرة، وهذه النماذج هي التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للعبرة، يتخذها الإنسان عبرة. الإنسان بعقله بشعوره بفهمه يدرك بعض الشيء، هذه الأمور، ولكن هذه النماذج تكون سند لعقل الإنسان ولشعوره وفهمه حتى يسير بالسيرة الصحيحة ويترك السيرة الباطلة. من تلك النماذج بالنسبة للظالمين ما ورد في التاريخ وورد في الروايات أيضا، ما ينقله أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه الذي كان في زمان عبد الملك ابن مروان، هذا الحاكم الظالم، ينقل عمن حضر مكة المكرمة حين كان عبد الملك ابن مروان على المنبر ويعظ الناس وينصحهم، يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، يأمرهم بالصلاح وينهاهم عن الفساد. إذ قام إليه رجل ممن حضروا مجلس عبد الملك، قام إليه رجل وقال لعبد الملك: ما مضمونه أنك تأمر بالخير ولكنك لا تعمل به، فكيف نحن نعمل بما تأمرنا به وأنت لا تعمل به، وتنهى عن الشر وأنت تعمل الشر، فكيف ننتهي نحن بسبب كلامك عن الشر؟ إذا أنت كنت تأمر بالخير وتعمل به كان جميلا أن نعمل بكلامك، وتنهى عن الشر وأنت تنتهي عن الشر كان جيدا أن نعمل بكلامك، أنت تعظ الناس وأنت بعيد عن الموعظة التي تعظ بها الناس، ولذا كيف تتوقع منا، كيف تريد منا أن نعمل بنصائحك ومواعظك ونحن نعلم منك ومن سيرتك ومن عملك نعلم مخالفتك لما تقول؟ الفرق بين الصالحين وغير الصالحين، عمدة الفرق أن الصالحين يقولون الكلام الجيد ولكن هم لا يعملون به، غير الصالحين، الصالحون يقولون ويعملون، ومن خلال الكلمات وحده لا يمكن للإنسان أن يقيم الشخص، لأن كل شخص بما أوتي بأي مقدار أوتي من الدرك والفهم يعلم أنه يجعل الناس يعتقدون به، يذكر الخير ويذكر الشيء خير ويأمر به، ويذكر الشر وينهى عنه.
أما في مقام العمل كيف يكون؟ هذا هو المهم. الرجل ينقل أبو حمزة الثمالي أن الرجل لما قال هذا الكلام لعبد الملك جلاوزة عبد الملك جاءوا إليه وأخذوه من بين الناس، يقول وكان آخر عهدنا به، يعني بعد لم نرى الرجل، ذهبوا إليه وكعادة الظالمين قتلوه قاعدة، وكان آخر عهدنا به، يعني بعد ما رأينا. عندما يكون الظالمون هو المسيطرون على البلاد والعباد، هم الحاكمون في مقدرات الناس وأموالهم وأعراضهم ودمائهم، يكون هكذا. شخص يذكر الحاكم بما قاله القرآن الكريم، لم تقولون ما لا تفعلون؟ هذا الشخص ذكر عبد الملك بهذه الآية الكريمة، بمضمون هذه الآية الكريمة، لم تقولون ما لا تفعلون؟ بهذا المقدار كان سببا لتعذيبه وقتله. ولم ينقل بعد ذلك في التاريخ أن هذا الشخص، يعني لم أرى أنا في التاريخ أن هذا الشخص أين صار، أين قتل، كيف قتل، أين قبره، أين مكانه، ولعل أهله أيضا لم يعلموا بذلك. كما نعيش نحن في هذا الزمان أمثال هذه المأساة بالألوف والألوف في بعض البلاد، هذا ليس أسلوب أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به القرآن الكريم، هذا أسلوب على خلاف ما أمر الله تعالى به وعلى خلاف ما جاء في القرآن الكريم. عندما شخص مثل عبد الملك ينصح بنصائح هو أول من يخالفها، وينهى عن رذائل هو أول من يرتكبها، فإذا ذكر بموعظة الله سبحانه وتعالى يكون نتيجة ذلك الذي ذكر هو القتل. وفي الروايات العديدة ورد المدح بأمثال هؤلاء الذين يقفون في وجوه الظالمين، وإن كان هذا الموقف يؤدي بحياتهم. في الروايات العديدة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند إمام جائر، إذا أو ظالم، على اختلاف التعابير في الروايات العديدة. طبيعي أن الظالم عندما يذكر بكلمة حق ماذا يكون عمل هذا الظالم مع هذا المذكر؟ طبيعي أنه يؤدي بقتله، لأن الظالم لا يتحمل كلمة الحق. وفي بعض الروايات أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر. هؤلاء وأمثاله يضحون بحياتهم، ولكن نتيجة هذه التضحية تكون النتيجة أمران بالنسبة لمن يعون ويفهمون، هذا يكون سببا لمعرفتهم أن هذا الحاكم الظالم، أن هذا ظالم، أن هذا جائر، فيجتنبون منه. وبالنسبة من
لآخرين إذا لم يكونوا يعلمون بجور هذا الحاكم وظلمه، وعلموا ومع ذلك اتبعوا هذا الظالم لذيذ العيش معه، هؤلاء تتم الحجة عليهم. وأهم ما في قاموس السماء في الكتب السماوية كلها عن الله سبحانه وتعالى، وفي القرآن الحكيم بالخصوص ما ذكره القرآن الكريم مكررا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أن يكون هلاك شخص عن بينة لا عن جهل، وحياة شخص حياة إيمان، حياة تقوى، حياة صلاح، حياة خير، تكون تلك الحياة حياة عن بينة لا عن جهل. كيف يتحقق ذلك حتى الناس بالمقدار اللي يصلهم ويبلغهم يحيون حياة عن بينة ويهلكون هلاكا عن بينة؟ بأمثال ذلك: كلمة حق عند إمام جائر، عند سلطان جائر، عند سلطان ظالم. وبالنتيجة هذا هو الطريق، هناك من يضحون، وهناك بسبب هذه التضحيات أناس يعون ويفهمون، فإما والعياذ بالله يهلكون وعن بينة، وإما يحيون وعن بينة. الإنسان في حياته عليه كل شخص في مستواه، شخص في مستوى عائلته، شخص في مستوى عشيرته، شخص في مستوى أرحامه، شخص مدرس في مستوى تلاميذه، شخص في مستوى حكومة صغيرة، حكومة كبيرة، في ذلك المستوى اللي يعيش يحاول بعزم أن لا يكون هكذا اللي يندد به القرآن الكريم، بل يكون ممن يقول ويعمل بما يقول، يأمر بخير ويعمل به، ينهى عن الشر ويترك الشر، يكون هكذا. هذا هو الملاك للإنسان الصالح على شتى الدرجات، في درجات العقيدة الدرجة الرفيعة، في درجات الفضيلة والأخلاق الواجبة منها والأخلاق الرذيلة المحرمة، وكذلك في درجات الأخلاق الفضيلة المستحبة والرذيلة المكروهة، وكذلك بالنسبة للأحكام الشرعية والوظائف الإلهية المرتبطة بأعمال الإنسان، بقوله وعمله وسمعه وبصره وتصرفه وحضوره وإقباله وإحجامه، يعزم يحاول أن يكون هكذا. إذا الإنسان عزم يوفق بعض الشيء على نسبة العزيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفق جميع المؤمنين والمؤمنات للعمل بما نأمر به وللانتهاء عما ننهى عنه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.